ايه هو ماربرج ده؟ ده الخطر الجديد اللي اتكلمت عنه منظمة الصحة العالمية بعد ما أعلنت رسميا عن تفشي فيروس ماربرج في غينيا الاستوائية. هذا الفيروس القاتل اتسبب هناك في وفاة 9 أشخاص على الأقل لحد دلوقتي. منظمة الصحة العالمية اللي بتصنف الفيروس ده ضمن الفيروسات شديدة الخطورة وصفت أعراضه بأنها بتخلي ملامح المرضى زي ملامح الأشباح. الأعراض دي فيها حمى، فيها صداع جامد جدا، فيها آلام في المعدة أو آلام في العضلات، إحساس بالغثيان، قيء. هي أعراض شديدة جدا بيتسبب فيها هذا الفيروس اللي بيعتبر من عائلة فيروس إيبولا الخطير. لكن فيروس ماربرج اتسمى بهذا الاسم لأن العلماء اكتشفوه لأول مرة سنة 1967 في مدينة ماربرج الألمانية. وقتها هذا الفيروس تسبب في بعض الوفيات مش بس في ألمانيا، في أوروبا كلها، لكن أصل هذا الفيروس من أفريقيا. سبب انتشاره هو نوع من القرود اسمه القرود الخضراء، القرود الخضراء الإفريقية تحديدا اللي بتعيش في أوغندا وبتنقل هذا الفيروس لحيوانات تانية كمان وبتنقل هذا الفيروس للإنسان. وهذا الفيروس قبل ما يظهر في غينيا ظهر في غانا وظهر في الكونغو الديمقراطية، في كينيا، في جنوب أفريقيا، في أوغندا، في زيمبابوي. سنة 2005 اتسبب في مأساة في أنغولا ومات هناك 300 شخص. قطعا الوعي بهذا الفيروس، طرق العدوى منه وطرق علاجه بيقلل كتير من الخسائر في الأرواح، لأنه خلال 40 سنة اللي فاتوا كان في حالة وفاة واحدة بس في أوروبا كلها نتيجة بقى الوعي بهذا الفيروس، وحالة وفاة تانية كمان على فكرة في أمريكا. بوجه عام الوعي من اي فيروس او الوعي ضد اي فيروس ده بيبقى شيء مهم جدا، لانه هذا الفيروس بالذات خطير جدا وقاتل. ولكن طريقه العدوى بيه بتكون بالاتصال المباشر ما بين المصابين وعن طريق سوائل الجسم، يعني العدوى بتاعته بتبقى محدوده، مش عدوى تنفسيه زي مثلا في كورونا. لكن اكيد اي شخص بيتواجد في المناطق الموبوءه بهذا الفيروس لازم يراعي كل وسائل الوقايه اللي ممكن تحميه من ماربرج هذا الفيروس المميت. معنا على التليفون دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. يا دكتور اهلا بحضرتك معانا. ويعني فيروس ماربرج زي ما كنت لسه بقول ده مش حاجه جديده، ده موجود من سنه 67. ايه اللي خلاه يطفو على سطح مره تانية؟ يعني بدانا نسمع عنه تاني ليه؟ اهلا وسهلا استاذه انجي وكل مشاهدينك الكرام. يعني انا عجبني جدا المقدمه بتاعت حضرتك، يعني وافيه وفيها فعلا نقطه مهمه، لان برضو ناس كتير كانت متخيله ان ده ماربرج، ده حاجه جديده وفي فيروس جديد. يعني زي ما اكدتي بالظبط، يعني لا، ده الفيروس قديم وكل كام سنه كان بيطلع حالات. يعني 67 ظهر، بعديها برضو في 75 في زيمبابوي وزي ما ذكرتي، وفي كينيا وفي اوغندا. يعني الموضوع ما هواش جديد، بس لو شفنا كمان تاريخيا الحمد لله، يعني مثلا في غانا كان في مثلا 3 حالات ولا حاجه في 22، فهم بيبقوا 3 حالات، قبليها في غينيا في 21 حاله، في اوغندا في 2017 4 حالات. فالحمد لله، يعني هو صحيح بينتقل، بيسموه زوناتك، يعني بينتقل من الحيوان للانسان، وما فيش تاكيد بالظبط انهي حيوان هو المصدر الاساسي، ولكن اغلب الترجيحات برضو هو خفاش الفاكهه. خفاش الفاكهه. وهو اول حاله فعلا ظهرت زي ما ذكرتي، لما ظهرت في 67 في ماربورغ كانت في القرده، يعني هو الخفافيش عدت القرده والقرده بعد كده عدت الانسان. ولكن زي ما ملاحظ من الحالات، ان الحالات دايما بتبقى قليله، ان العدوى من انسان لانسان صعبه، هي بتنتقل طبعا بسوائل الجسم بس هي صعبه للغايه. لذلك يعني اكتر رقم، يعني ممكن تنتقل من الزوج لزوجته. بالظبط، هي غالبا بتبقى في محيط الاسره. يعني احنا شفنا اكتر اوت بريك او اكتر تفشي حصل لما حصل في 2004 2005 في انغولا، وحصل 227 وفاه، يعني اقل من 300 وفاه. فده بالتالي يدينا برضه انطباع ان الناس مش محتاجه تقلق، بس انا بالتالي هو المهم دلوقتي ان احنا نبص على موضوع اخر، هو ليه لغايه دلوقتي مفيش لقاحات او ادويه؟ يعني احنا دايما بنفوق من الموضوع ده متاخر شويه، يعني الفيروس قديم ومميت
ده السؤال اللي كنت ب 88% نسبة هسأله لك، وفيات. يعني غريبة انه ما فيش لقاح او ما اتكلمناش خالص عن لقاح محدد لعلاج هذا الفيروس، او على الأقل للتخفيف من اعراضه، يعني يكون في دواء بيخفف من اعراضه. بالظبط، يعني دايما كان التوجه سواء حتى كمان في الايبولا، يعني الملاريا مثلا، احنا دايما ما كانش في صرف على البحث العلمي للامراض المتوطنه والاوبئه في افريقيا. دايما كان الصرف اكتر على اللي بيحدث في اوروبا مثلا وامريكا. دلوقتي متهيألي الموضوع اختلف، وليه الموضوع ابتدى عليه تسليط ضوء؟ لان احنا اكتشفنا ان في كوفيد فيروس ممكن يبقى موجود في افريقيا، ممكن يبقى موجود في اسيا، بكره ممكن يبقى موجود في العالم كله. منظمة الصحة العالمية لما عملت المارفاك، اللي هي مجموعة لقاحات فيروس ماربورغ اللي هي شبه كوفاكس لو حضرتك تتذكري، اللي كانت ايوه اتعملت برضو الكوفيد، هم كانوا بيحاولوا يبنوا على النجاح بتاع كوفاكس ان هم يخلوا العالم يهتم تاني ويبتدي انفست ويبتدي يستثمر في اللقاحات والأدوية. يعني لما اجتمعوا في يونيو وفي أغسطس، وطبعا المجموعة نفسها اتكونت رسميا في منظمة الصحة العالمية في أكتوبر، كان الهدف منها ان احنا نبتدي يبقى عندنا لقاحات، ما نستناش حد تاني يموت او يحصل تفشي عشان نبتدي نعمل ابحاث. يعني حاليا احنا بنتكلم منظمه الصحه بتدرس 28 لقاح محتمل، بس لسه لغايه دلوقتي في المراحل الاوليه تماما، او كعلاجات ما فيش غير 14 تجربه سريريه على 14 دواء، وبرضه حتى الان لسه في المرحله الاوليه. يعني بنتكلم على الاقل محتاجين سنة ونص عشان نبتدي نشوف نتائج. لغاية سنة ونص دي إن شاء الله مش هيبقى فيه حالات، بس ممكن يبقى فيه حالة أو اتنين. بس متهيألي إحنا محتاجين نسلط الضوء ويبقى فيه بحث علمي أكتر شوية على الأوبئة عموما، مش ماربورغ بس، على الأوبئة المتوطنة في أفريقيا اللي إحنا أهملناها سنين وكان ليها ضحايا كتير للأسف بالآلاف. صحيح. طب بالنسبة لماربرج، فكرة إنه بيخلي المصاب بيه شكله زي الشبح. هي الفيروسات كلها اللي بتعمل حمى نسفية، وهو من نفس الفصيلة بتاعت إيبولا اللي هي الفيروسات الخيطية أو الفيلو فيروس، هي بتبتدي كلها تقريبا زي بعض، الوجع والصداع والحمى وإسهال وقيء لمدة تقريبا أسبوع. بعد أسبوع بما إن الشخص فقد كل السوائل دي من جسمه وفي إرهاق، بيبتدي لون وشه وشكله يغمق وتحت عينيه وهكذا، وبيقعد في الفترة دي أسبوع. الفترة دي اللي هو يسموها، يعني هو مصطلح صحفي أكتر منه علمي، يعني إن هو بيبقى شبه الزومبي شوية. بعد 10 أيام غالبا بيحدث نسف من كل فتحات الجسم وبيحصل وفاة. فدي المراحل. صحيح ما فيش بيحصل ايه من كل اعضاء الجسم؟ نسف، نزيف، بيحصل نزيف. نزيف من فتحات الجسم، يعني كل فتحات الجسم بتنزف، بعد كده بيحصل وفاة بنسبة عالية، 88% دي نسبة عالية جدا. الوقاية من الفيروس ده الوقايه، في وقايه مباشره لانه طبعا ينتقل من الشخص المصاب للسليم عن طريق السوائل، فاي حاله مشتبه فيها بتتعزل. وفي العدوى الغير مباشره، ان لو الشخص المصاب مثلا استخدم ملايه السرير، فوطه وهكذا، لا تستخدم مره تانية لانه ممكن برضه ينتقل بطريقه غير مباشره. فهي كل الفيروسات تقريبا وقايتها واحده، بتختلف بس اذا كان الفيروس ده تنفسي تنفسي ولا ولا لا. كان الفيروس ده بالظبط ينتقل فقط بالسوائل. الحمد لله كل الفيروسات اللي بتنتقل بالسوائل انتقالها بيبقى صعب زي ما ذكرنا. طيب أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. طيب